يا
كويس قوي ان لما اجي اقول لطالب اقرا اقرا كويس. تاني سؤال انا اكتب لك يو ماست فين ذا ديمون. ماست يعني مش كيان. كلمه ماست يعني ايه؟ يعني ايش مي او ماي او هان او كان. ها ماست يعني ايه؟ معلش انت مراجع تمام؟ طيب خدنا شويه فرصه تمام؟ وخلاص خدنا الامتحان. اوكي؟ رد على اسئله حضراتكم بقى المستشفى كتير قوي. اي مساله هتتحسب ويطلع منها ناتج لازم يكون على الاقل تفصيلها مره. مفيش حاجه اسمها تقول لي اصل انا كنت سريع جدا فحسبت على الكالكوليتر واخترت عرض. مفيش حاجه اسمها صفحه تبقى فاضيه وتملى لي جدول بالشكل بتاع كده. دي مالهاش معنى، دي مالهاش غير واحد. وعلى فكره حصل بقى كده في الورقه بلاقي ناس مسلمه الورقه. اتحليت لك الكلام ده؟ بصي وسلم. ومش بص في الامتحان تلاقي جدول بلاقي. مفيش ولا قلم محطوط لا جاي في الرصاص ولا. ايه رايي حضرتك؟ يبقى انا كده بصدم على فكره، يبقى انا كده بصدم لحد. بصدم اللي خدت 2000 دقيقه عشان يقعد يحل الفرصه او يحل الفرق. فاهمين قصدي؟ هتيجي تقول لي اصل انا حتى اصل انا الاحساس كده السنس اللي حضرتك بطلبنا بيه من اول السنه فانا حسيت ان قلبي كده رايح على الرقم ده. ينفع في المسائل؟ عشان كده احنا مختلطين الصفحه كلها، ولكن ميلي الاسئله اللي فيها مسائل يعني المسائل بتحسب قانون ورقم لازم تكون مكتوبه. اصل انا هتبعت لك الكالكوليتر كان فيه مكتوب لك او ها هرد عليك اقول لك ايه بقى؟ يو ماست شو يور كالكوليشن فور يور انسر تو بي ايفالويتد. ده المفروض يحل بقى. باشمهندس فاتح اللابتوب ورا مش عارف ازاي بتتحل. هتحط قانون وتحسب رقم على الكالكوليتر. ما ينفعش تقول لي اصل انا حسبته دايركت على الكالكوليتر بس. ما يلزمنيش. كلام واضح؟ انا مش عايز اسالك بعد المحاضره في الكلام ده تاني. الحاجه الاخيره بتاعت اصل احنا مزنوقين في المعمل، اصل احنا كنا عايزين نراجع. والله حضرتك احنا طول عمرنا ماشيين بكونسبت منطقي جدا. احنا عندنا من اول ترم تاني ثلاث تجارب في اسبوعين، يعني ست اسابيع بالظبط. الاسبوع السابع والثامن لحضرتك كل واحد في حصته اللي عايز يراجع حاجه، اللي عايز يعمل حاجه، والمفروض ان انت بتصحح اول باول في المعمل، هتقول لي لا انا ما صححتش او ما نظرتش، اوكي؟ الحصه دي معموله عشان الحصه دي معموله عشان حضرتك حصه حضرتك في خلال الاسبوعين السابع والثامن دي حضرتك تقفل بيها اي شيء يعني تخرج منها من المعمل مش من حقك تلف تخش تاني. اذا كان الدكتور دخل حد معاه تاني او غيره دي حاجه ذوقيه منه، لو لقى ان مفيش ناس او عدد قليل او غير كده ما ينفعش، غير كده مش من حقك تطلب. انت معاك اصلا فيديوهات، معاك كتاب ممتاز جدا، طول السنه عمال تخش وتخرج، واحد بيشتغل والباقي بيتفرج عليه، فما يجيش النهارده يقول لك اصل انا كنت عايز اراجع. ولو حضرتك كنت ماشي مظبوط من الاول مش هتفهم. انا شخصيا عمري ما راجعت على فكره على معمل، ولا دخلت معمل تحت خمس سنين. عمري ما دخلت راجعت على فكره. ما كنتش اعرف ان هيجي امتياز في اعدادي بالمناسبه مش حسيت ده هيبقى دكتور، ما انت بقيت دكتور اهو، انت عارف انت بتعمل ايه؟ انا ما كنتش عارف حساب ان جاي امتياز على فكره. فبالتالي ما كنتش وانا في اعدادي زي حضرتك كده يعني مش مبطل ان انا شاطر. لسه في عدد صفات، هل هجيب تقدير كويس هل هكذا، فمع ذلك ما دخلتش حاجات. وما كانش لا معانا فيديوهات ولا السورسز اللي احنا بنشتغل بيها. حضرتكم معانا كل حاجه وانتوا عايزين ايه؟ انا اخش ازاي؟ مدوا لنا المعمل اسبوعين. اكيد اللي حضرتك بتطلبه ده حاجه عاديه جدا. هرجع اقول لك تاني يا جماعه لو سمحتوا، احنا بنتعامل مع عدد ضخم جدا. ربنا يكرمك يا رب. لو حد منكم بقى زميلي ده في يوم من الايام هيفهم الكلمه دي كويس قوي. يعني انت عامل مع 3000 بني ادم بيتحركوا في الكليه، مطلوب منك تسيطر على كل حاجه ليهم، تستعد لهم بالامتحان، تجهز المعمل. عندنا حاليا امتحان ولا ميكانيكا شغال في معمل، دي ليها اعتبارات كتير قوي. فخلاص اتفقنا على كده المعمل ما مش هتفتح تاني. نصف درجاتك المفروض اللي كده انتهى. حضرتك كل الناس المفروض تكون كده نصف. ما تنساش الحاجات دي وما تقعدوش تسالوا في الحوارات دي. اوكي؟ الفتره الجايه مطلوب منك بقى تستعد لايه؟ تستعد انك تكمل اي دكتور نصر في اي ماده، تستعد الامتحانات عامل كيمياء وفيزياء ورا الامتحان، وتتابع بقى ان انت يوم 16/5 هيجي لي امتحان كويس. بس. ده ينزل تحطه في الاعتبار، 60 درجه بتوع امتحان المعمل حضرتك هتحتاجه. ما تقعدش السنتر هتقول لي سبتونا نخش نراجع في المعمل كنا عملنا كذا. كلمه لو دي يا ريت شبك حاجه. لا مش منهم 10 حاجه، انا عملت تصحيح على جروب اللي هو استضفت ال 10 اللي هي كانت مكتوبه هنا غلط. هو حضرتك المناقشه نفسها كلها على بعض 30 درجه، يعني نص درجه من 60 درجه على
المشروع بعد كل هو الستبس اللي هي الخطوات والباك جراوند والدسكشن بتاعتهم. كل واحده من دي طبعا يعتبر في الاخر كده انا بحطهم في الترتيب ده. اوكي كتاب المعمل ده عمل سبت والسكشن ده عمل سبت. ماشي يا شباب نبتدي نشتغل عشان ما نضيعش وقت زياده عن اللزوم. ايوه جاي انا هبعتكم ان دكاتره المجلس الاسبوع ده ان شاء الله هيشرحكم معاهم. عشان عندكم معلومه دي ولا احنا كده يعني احنا كده بقدر المستطاع عندنا نغطي معاكم تجارب هتقول بس مش كل التجارب احنا عارفين مش مشكله خالص احنا عارفين كويس قوي وعملنا اولويه الحاجه الاصعب للاسهل بحيث لما يكون في حاجه ما تفرقش يبقى حاجه تقدر تسلم. يعني احنا عارفين كويس قوي احنا بنعمل ايه مش شرط ان احنا نكون 100% كل التجارب بس احنا اكيد اي دكتور هيقعد مكاني في اي وقت لازم هيركز الاول على ايه؟ الحاجه اللي الطالب فعلا لازم يسمعها واللي محتاجها الاول الاولى الاول ماشي؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله احنا ما زلنا معاكم والتهيئه للامتحان بتاع امبارح كان باذن الله. يعني اكيد احنا مش ما عندناش افكار مثلا نقطعها ولا يعني لا احنا كان لنا هدف معين الطالب اشتغل وذاكر وفهم يخش يشتغل على طول. على فكره الامتحان ده ممكن يبقى بسيط قوي لان كان في حته ضايقه شغلك وحته مريحه شغلك وحته كذا دي بتلخبط. والله لو طلب انت كنت مركز وعرفت تحلها يبقى انت مش صح. اوعى تفكر ان كل الناس هتحل الامتحان بتاع امبارح ده بتطلع منه فين ولا كل الناس هتحله مظبوط ولا كل الناس حاجه لا. ما انت لو شايف انك حليت كويس لو شايف انك كان عليها كويس يبقى انت ماشي مظبوط. بس ان شاء الله هنزلكم مود الانصر لمود منهم في كل فتره في الفرعين يعني امتحان مود الانصر ده هينزل على طول ان شاء الله بقدر المستطاع و هنستعملوش في الدرجات عشان لسه يعني الدرجات لسه قدامها ان هننزل كذا درجات مع بعض فالدرجات لسه قدامها بتتكلم من دلوقتي كده مش عارف ثلاث اسابيع عشان ينزل لك المعمل الترم الاول معمل الترم الثاني ضرب ضرب كده فانت عارف كده كل القصه اللي هو الثاني كتب الدرجات تمام؟ طيب النهارده ان شاء الله هنشتغل في اوبتكس كورس الاوبتكس مش طويل يعني مش هنركز على كميه كبيره ولا حاجه في ناس هتقول احنا درسنا الكلام ده قبل مفيش نسمع الكلام ده تاني بطريقه مختلفه او بطريقه جديده او نحاول ان احنا نضيف معلومه على المعلومه اللي عندها حضرتك او نفكرك بالمعلومه اللي انت سمعتها مفيش اي مشكله فيه. تمام؟ النهارده ان شاء الله شابتر على بعضه يخلص كده اللي هو بيتكلم عن الكريزم اللي هو المنشور. هو ايه الحاجات اللي عندنا بتعمل بتاثر على طول؟ ايه الحاجات؟ المفروض يعني احنا متعودين عليه او متعودين نسمع عنه البريزم اللي هو اسمه منشور مخلل مثلث كده واللينس العدسات والمرايات دول بيأثروا على الضوء. بيأثروا على الضوء من اي ناحيه؟ من ايه بقى؟ اللي هي بيسموها الخواص الضوئيه. اللي هي بقى ريفليكشن انعكاس ريفراكشن اللي هو اتصال وده اللي هحكيه دلوقتي حاجه اسمها ديفراكت اللي هي بقى قصه ديفراكت يعني دي حاجات اعلى من كده شويه بس هي تضاف في نص السنه الجايه ان شاء الله اللي هي الديفراكشن والترتيلر وحاجات كده. النهارده هنعمل حاجه اسمها ديسبرشن ديفيجن شويه مصطلحات كده بتعامل مع الموجه اللي هي بيسموها الخواص الضوئيه. الخواص الضوئيه دي ما بتكلمش بقى فيها في انرجي خالص يعني ما نجيش احكي لك اقول لك خلي بالك ده اللايت ده في فوتون ده قصه فوتون دي دخلنا في كلمه حاجه اسمها مودرن تمام؟ يعني الضوء او الويفز بننظر لها يا جماعه كذا منظور. النهارده احنا بنتكلم عنها من ناحيه الايه؟ الاوبتيكال بروبرتيز الخواص الضوئيه للموجز تمام كده؟ اول مفاجاه بالنسبه لحضرتك وانا شخصيا يوم ما سمعتها وانا طالب اتفاجئت بالكلام ده ان سرعه الضوء بتحس بكذا طريقه من ضمن طريقه حساباتها بتساوي 1 على ما في شرطه هنا 1 على نور نيو نوت في ابسلون عارفين هو مين نيو نوت دي؟ يعني خدناها في الجزء اللي هي 4 باي في تمبر 1 نيجاتيف سيستم. مين ابسلون نوت دي؟ احنا خدناها في الكريستي في الترم الاولاني اللي هي 8.85 في تمبر 1 نيجاتيف كام؟ كلها كده لما كانت كي بتاعت بولنز رو كي بتساوي 1 على 4 باي ابسلون نوت هي اللي تحس النقطة تمام؟ لما حضرتك تعوض عنه بالظبط كده 1 على ميو نوت في ابسلون نوت تعوض بالارقام دي تحت الروت تحت الواحد يطلع تقريبا سرعه الضوء اللي هي 3 ستيت باور. طيب هي اصلا ميو نوت دي حاله خاصه ولا حاله عامه؟ ممتاز هي كانت اصلها ايه بقى؟ عشان اوريك بقى اللعبه بتاعت الايه ده؟ هي كانت اصلها ايه؟ كانت اصلها ابسلون بتساوي ابسلون ار في ابسلون نوت. ابسلون ار دي معناها ايه؟ الميديا تاثير الهواء او وسط يعني وسط. والميو كانت ميو ار في ميو نوت.
يبقى لو الموجه مشيت في حاجه غير الهواء ساعتها هتبقى اكسترا نوت زيرو بقى هتبقى ميو ار وانسون ار يعني اللي هي ميو بقى وانسون اللي هي هيطلع منها حته اسمها ميو ار وحته اسمها انسون ار عوض من هنا يبتدي نلعب على اللعبه دي يعني لو الموجه دي ما مشيتش في الهواء ومشيت في ميديم تاني هيبقى بنفس السرعه من هنا جايه نص الدرجه يعني مش نفس السرعه يبقى السرعه دي في السبيس او في الاير فقط الفراغ او في الاير فقط طب السرعه دي لو دخلت ميديم تاني هتزيد ولا هتقل؟ هتقل ليه بقى؟ لان الماده بتلعب ايه؟ انا تخيل هتخيل طبعا انا اقول ده مش كلام هو نفس كده انا ماشي كده على الشط كده في الهواء وفجاه دخلت في الميه هل سرعتي في الميه هتبقى زي ما انا كنت ماشي في الهواء كده؟ لا ايه ميديم ميديم بقى وجزيئات تكوين ماتيريال موضوع تاني فلازم تاثر ايه؟ عليه تمام؟ فمن هنا بيظهر لي بقى ان سي هي سبيد اوف لايت انفيكت او ايه الفرق؟ الفراغ او الهواء طيب لو انا عندي موجه اهو موجه ماشيه في الهواء سرعتها سي طب لو عندي موجه زي لايت دور يعني ماشي في ميديم ان هتقول لي هو مين ده؟ انا هقول لك حاجه هو مين ده؟ هيدي بسرعه ايه؟ بي البي عباره عن ايه؟ اكبر من سي ولا اقل؟ اقل من سي اي بي دي مالها؟ اقل من ايه؟ اقل من سي النسبه بينهم مين؟ هي دي ان يبقى ان هي مين يا شباب؟ هي سي على مين؟ يبقى متوقع تبقى اكبر من واحد ولا تساوي ولا اقل من اكبر من او يساوي واحد هتقول يساوي ليه؟ ما هو يساوي لو انا بتكلم ان الميديم ده كان هوا والميديم التاني كان هوا يعني مجازي ولكن المتعارف عليه ان ان زائد ان ايه؟ اكبر من واحد ان دي اسمها ايه بقى؟ ريفراكتيف اندكس معامل الانكسار بالعربي ريفراكتيف اندكس طيب هو تعريف السرعه بقى عامه ايه؟ السرعة بتاعت الموجات هو تعريفه ايه طب الطبيعي بتاعه ايه؟ لندا الفريكونسي لندا هي مين؟ الويف لينس لندا هي مين؟ هي الويف لينس طب والفريكونسي هي مين؟ اف هي مين سوري؟ هي الفريكونسي اللي هو الترددد دي كده في الميتر ودي كده في الهرتز طيب مين منهم اللي هيكون بيتأثر لما تخش ميديم تاني؟ السؤال ده في حاجة شوية. مين منهم اللي هيتأثر؟ طيب هوريك انا هحكي لك الرسمة دي وانت اللي هتقرر. الرسمة دي بتقول ايه؟ بتقول ان الموجة لما تكون ماشية بتقول لما تكون الموجة ماشية كده في حاجة اسمها وش الموجة ويف فرونت ويف فرونت المسافة بين الويف فرونت والويف فرونت اللي بعده ويف لينس ايه؟ لونج طول ما هي ماشيه في نفس الميديم فهي محافظه على نفس المسافه وبالتالي محافظه على نفس الايه؟ اللحظه. طب لما يجي دلوقتي انا كان عندي ده ميديم اللي هو ايه؟ الموجه وهي ماشيه هتخبط في ميديم تاني دي معادله اتصال ايه؟ هيحصل ايه لوش الموجه ده؟ هيفضل ماشي زي ما هو؟ يعني هيكمل في نفس الارتداد؟ لا هتلاقيه كده فجاه كده حصل له كده وحصل له كده. اتلوع يعني. حلو اللي اتلوع ده بقى المسافه بينه وبين نفس الشكل كده نفس اللحظه اللي فاتت لا او بص المسافه هنا بالظبط اتغير بقت لمضه اثنين هنقول دي لمضه واحد ودي بقت لمضه هي دي الحته يا جماعه طب كده هي الفريكونسي لا الفريكونسي دي بتتكرر كل قد ايه في الزمن دي خاصيه ثابته تماما وعشان كده احنا بنشتغل دايما في اي سيجنال ان الفريكونسي بوصل ما بتتاثرش بالميديم لكن مين في الحق لكن مين في الاصل اللي بيتاثر الميديم هو الويف لينس الويف لينس زي ما قلنا كده هي المسافه من ايه انا اعتبرها مسافه من ايه لو انا عندي الريز ماشيه كده في حاجه اسمها وش الموجه بيبقى عمودي على الريز وش الموجه ده بيتكرر كل ويف لينس رقم يعني بعد ما اخلص لمده كامله يتكرر تاني وهكذا تمام لما نيجي يهبط في ميديم تاني بيحصل له ايه؟ بيتحرك بيتعود تمام؟ المسافه اللي هنا ايه بقى؟ المسافه الجديده بقت لندن 2 غير بعد ما كانت اصلا ايه؟ لندن ودي اصل بدايه قانون سنيل قانون سنيل اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي واول ما هتشوفه تقول اقول لك قانون سنيل هتقول لي ان 1 ساين باي 1 بتساوي ان 2 ساين باي 2 هي اصلا كان مين؟ هي في البدايه بس هقول لك دي بدايه طيب الاوبتيكال باس لو انا عندي ري اهو ماشي في مسافه اكس في الهواء
يبقى ساعتها المسار بتاعه ايه؟ اكس. تاني عندي ليه شعاع ماشي في ايه؟ ماشي في ايه؟ مسافه اكس. لما اجي اقول لك هو مشي مسافه قد ايه؟ هتقول ايه؟ اكس. طب لما اقول لك هو مشي نفس المسافه بس جوه الميديم تاني دي ام، انت رايك ايه؟ تفرق ولا مش تفرق؟ مش المسافه دي معتمده على السرعه والزمن؟ طب والسرعه نفسها ايه؟ اتغيرت. يبقى ساعتها لازم ايه؟ لازم يظهر معايا يا شباب اوبتيكال باث هو مين؟ ان والله يشيل في الهواء يبقى ان بواحد. طب يشيل في ميديم تاني يبقى احط ان بتاعت الميديم. تمام كده؟ طيب سنيل ثرو بقى لسه قايلينه من شويه. سنيل ثرو بيقول لحضرتك ايه؟ يقول لك انا عندي ري. الري ده بقى هو خط نزل. انا عندي ري ثابت زاويه فاي واحد. هي الفاي دي بتتحسب مع مين؟ في الاوبتكس بقى كلها بتتحسب مع مين؟ مع العمودي على الانترفيس. يعني ايه انترفيس؟ الانترفيس ده الخط الفاصل ما بين تو ميديم. يعني ده ميديم وده ميديم. ده ميديم ان واحد وده ميديم ايه؟ ان اثنين. مين ده حضرتك؟ اهو هنكتب كده كلمة اهي انترفيس. انترفيس ده يعني ايه؟ ها؟ حاجة كده ايه؟ حاجة وصل حاجة بتفصل ما بين حاجتين او حاجة بتربط ما بين حاجتين. انترفيس. فده خط فاصل ما بين ايه؟ يعني لو بنتكلم على مية هواء ومية يبقى سطح المية. هو ده الريفرنس بتاعي. طيب بعمل ايه بقى حضرتك؟ دايما برسم عمودي عليه. وامسك بيه الانجز ده. يبقى لو زاوية السقوط حاليا هي مين؟ فاي واحد. دي بقى اسمها ايه؟ زاوية الانعكاس. هي المنظر ده شهير قوي وبيتشرح بطريقه سهله جدا. بمنتهى البساطه لو جبت اي كوبايه ميه وجبت اي قلم حطيته جوه الميه هيحصل ايه؟ هتلاقي نفسك شايف قلم معمول. مع ان القلم انت هتطلعه في الهواء مش هيطلع معمول، هيطلع ماشي خط مستقيم. يبقى ده بيسموه ريفراكشن، انكسار. ليه بقى؟ نتيجه الرؤيه بتاعت الايه؟ بتاعت الميه. وان شاء الله هتهدى المره الجايه كده اجيب لكم حاجه ابلكيشن بعد ابلكيشن مع الكلام دوت عشان نشوف فعلا تاثير ان ده هنحس بيه مع بعض بس المره الجايه. ماشي؟ طيب فاي واحد ودي فاي اثنين، ايه العلاقه بينهم؟ اللي انت عارفها واللي انت حافظها قبل كده. لكن هي بتاعت جت منين؟ هي بعلاقه بسيطه قوي بتقول ان ساين فاي واحد على ساين فاي اثنين بتساوي لندا واحد على لندا اثنين. ها؟ مقتنعين ان في علاقه بينهم ولا مفيش؟ لو بصيت اي كتاب بقى يعجبك هتلاقي الكلام دوت جاي من الرسمه دي، انه بيقسم الزاويه ويجيب اللندا ويجيب لينس وياخدها كمثلث فيطلع علاقه بينهم. سيبك بقى من الحته دي جت ازاي؟ المهم العلاقه بينهم هي علاقه لندا. طب واللندا دي مرتبطه بمين؟ ها؟ بالفيلوسيتي. مش اللندا دي لو اتغيرت يبقى مين اتغير؟ حلو، يبقى رايح على لندا. يبقى لندا واحد على لندا اثنين بتساوي بي واحد على بي اثنين. صح كده؟ طب وبي واحد على بي اثنين مرتبطه بمين؟ ها؟ بالاندكس. علاقه ها؟ دايركت ولا انفرس؟ يعني ضديه ولا عكسيه؟ علاقه عكسيه. تمام كده؟ يبقى بي واحد على بي اثنين بتساوي ايه؟ ان اثنين على ان واحد. طيب ومن هنا بقى؟ من هنا بقى ممكن تستخدم السطر ده؟ ممكن استخدم السطر ده على بعض كله. تمام؟ او اخد بقى حته لوحدها اسميها قانون سنيل. هي مين حضرتك؟ هي الحته دي كده مع الحته دي. وهو طلع منها ايه بقى؟ ان ان واحد ساين فاي واحد بتساوي ان اثنين ساين فاي. لكن خلي السطر ده في ذهنك انك بتحتاجه وتستخدمه في حل المسائل. يعني معنى كده برضه حته عشان هنروح على شويه الديسكشن اللي هو التشتيت. التشتيت مبني على الحته دي. يعني دلوقتي كل ويف لينكس في الفراكتف اندكس مش هو في علاقه بينهم؟ يعني بيتأثروا ببعض ولا ما بيتأثروش؟ يبقى لما احط ميديم ان الويف لينكس بتتغير. الله. طب ده انا عندي بعد شويه هنقول على طول اللي هو ايه بقى التشتيت ده يعني ايه؟ طب ده انا عندي بيظهر كذا لون بتاع لون طيف. معنى كده ان دي اخبارها ايه؟ طب ايه سبب اثر ان هو ظهر؟ هنبتدي نناقش، هنبتدي نجيب علاقه، هل في علاقه بين ان ولندا؟ هل هما بيأثروا على بعض؟ لازم ناخد بالنا من الكلام ده. يبقى حاليا كلامنا حتى الان مين اللي بيتأثر؟ مين اللي اتأثر اصلا بوجود تو ميديمز؟ الفيلوسيتي، اللمبه، الفاي، الانجلز. تمام كده؟ لكن الحاجه الوحيده اللي ما اتأثرتش حتى الان هي مين؟ ومش هتأثر على طول، يعني مش هن...
هتتفاجئ بعد كده مصدرك مش هتأثر أصلا معاك. دي حاجة هو مصدرك ما لهاش علاقة بالميديا ما تتأثرش بالميديا. طيب ناخد حالة خاصة بقى سبيشال كيس. هنناقش سبيشال كيس. لو أنا عندي الري طالع من تحت طالع من فين لفين رايح على إن واحد يعني إيه؟ يعني تخيل حضرتك إن أنت جاي من الووتر ورايح على إيه؟ جاي من الووتر رايح على إيه؟ آه يعني ليه جاي من تحت فوق؟ آه ليه جاي من تحت فوق؟ يعني الحالة عادية؟ مش شرط مش شرط الحالة عادية، الحالة خاصة لازم تكون متحقق إن اتنين أكبر من إن واحد. راح نطبق القانون إن اتنين ساين باي اتنين يكون إن واحد ساين باي واحد. هل في مشكلة؟ آه في مشكلة، عارف حضرتك إيه بقى؟ لما اجي اقسم لك الريل ده في حالة عامة، طب لو وسعت الريل ده شوية هيظهر لي ايه بقى؟ هيظهر لي الريل ده، الريل ده هيقول لي ايه؟ الريل ده هيقول لي لا، انت لو وسعت شوية هتلاقي فجأة الريل ده حصل له ايه؟ طب بالمناسبة لو وسعت الريل ده كمان شوية هتلاقي يحصل حاجة اسمها ايه؟ Total internal deflation. الكلام ده انتوا ممكن تعملوه بنفسكم؟ اه ايوه انا لك بمنتهى البساطه نوعيه حتى من حضراتكم معاه نزل بين مش لازم نزل بين راجل او اللي هو بيجيب الجاب ده انتوا 2 جنيه ده لو غلط البسيط مجرد انك تجيب لو جبت اي برطمان ميه او اي ازاز اي حاجه انت كده في حاجه في بيتك كوبايه عريضه شويه فيها ميه تمام وتيجي من الجنب كده من الجنب تمسك النزل بين ده تنوره وتحركه كده بالنسبه للبرطمان بالنسبه للسطح بحيث لما هيخش كده ويعدي على الميه يطلع كانه طالع على الهواء وحرك كده هتشوف فعلا ان الريل اللي طالع لبره ان ده لازم عباده قوي بعد كده هتلاقي فعلا لو ماشي على السطح ترفع شويه هتلاقيه نزل في الميه تقدر تشوفها طبعا وانا في ايده ميديس تمام تقدر تحس بيها اكتر كمان قوي لو انت هجيت ورا يعني الحته اللي انت بتتكلم عنها الميه دي هتشوف ورا اي حاجه سودا قماشه سودا او ورق كبسول اسود اي حاجه عندك فيها فقر اسود كده حطها وراها وهتتفرج عليها من منطقه بالنسبه يا ريت تجرب الكلام بس يا ريت دي حاجه سيمبل جدا ما فيهاش اي تكلفه خالص ممكن تجربها كلها في البيت تمام طيب يبقى هنا ليه ماشي عادي ما فيهاش خلاف طب هنا هنا دخلنا في سبيشال كيس ساعتها هنسمي دي بقى مين؟ فاي كريتيكال سي يعني حرجه كلمه حرجه دايما معناها ايه في الهندسه؟ يعني ما بين تو كيسز ما بين حاجتين كلمة على فكرة عشان بس تعود عليها كده مستقبليا عندنا كلمتين في الهندسة كده اسمها كريتيكال واسمها سبيشال سبيشال الكلمتين دول لما بنستخدمهم احنا عامة في أي حاجة في الشرح كده هي معناها إنها حاجة إيه؟ ما بين تو كيسز حاجة بتفصل ما بين تو قبليها حاجة وبعديها حاجة تمام؟ فالكريتيكال كيس هنا أهو الريل هيمشي سطحي ساعتها تبقى دي كام؟ طب طبعا على القانون ان 2 تنزل زي ما هي ان 2 طب وساين باي 2 بقت ساين ايه؟ باي كريتيكال بتساوي ان 1 تنزل ان 1 طب وساين باي 1 بقت ساين كام؟ ساين 90 اللي هي كام؟ يبقى ساين باي كريتيكال بتساوي كام؟ ان 1 على ان 2 صعب كده؟ طيب لو زودت بقى لو فاي 2 بقت اكبر من فاي كريتيكال هيحصل ايه بقى؟ توتال انترنال ريفليكشن وهنا لينا وقفه عندنا حاجتين لازم نقولهم في اللحظه دي ايه التطبيق الشهير اللي حضرتك عايش حاليا على حسه تمام؟ بيستخدم فكره توتال انترنال فايبر اوبتكس اللي بيجي لنا فيها الكابلات اللي هو الانترنت اللي هنرفع الشعر السهلي تمام؟ هي اصلا بتبقى ايه؟ الكابلات فايبر بيمشي فيها الضوء ازاي بقى؟ اصل ضوء طب هو ليه؟ هيستفيد بسرعه بص كده هيستفيد ايه؟ هيستفيد ان الموجات هتمشي بسرعه الضوء هتمشي بسرعات عاليه جدا هو ده الاستفاده طب هيخليها تمشي ده كله جوه ازاي؟ يقوم يعمل ايه حضرتك؟ يقوم يجي على الكف تمام؟ يقوم عامل ايه؟ ويقوم يخلي دي تخش كده بانجل اكبر من الفاي كريتيكال. بتحصل ايه؟ تقدر تنعكس كده وتنعكس كده وتنعكس كده رايح تاني. هتقولي بس ده بيهدر وقت. لا ما هو ده معناش حل تاني.
خلي بالك، هو احنا بنمشي موجه واحده؟ لا، يعني بنمشي موجات منفصله عن بعض عشان نقدر نستفيد بنفس الكابل. لو خلى كل كابل موجه يبقى مش هنخلص. هو بيستفيد بيها بيسميه حاجه اسمها نودز، بحيث ان يبقى منفصلين عن بعض، يخش عندك موجات كتير وكلها توصل لكل سيجنال ملهاش علاقه. على فكره اقول لحضرتك حاجه، في بتتباع كده في الشوارع اللي هي بتبقى حاجه كده بلاستيك وطالع منها شعيرات كده تمام، وموجوده تحط بطاريه منوره وتلاقي منوره من فوق، دي فايبر اوبتكس. على فكره لو مسكته هي منوره اي فرع منهم تنيته هتلاقي الضوء خارج من الحته دي. حد فاهم دي ولا لسه؟ ايه؟ ما انا اصل انت هو طول طول ما هو ماشي طبيعي فانت ماشي مثلا الموجه ايه؟ اكبر من فايبر فبتعكس. طب لو انت جيت هنا وسنين بوظت الكونديشن ده تلاقي الضوء يطلع من الحته دي. فالناس اللي بتتعامل في التيسير برضه في ميجرمنت لو عندنا بنعمل ابحاث مثلا بتاع الليزر او الاوبتكس او كده بتبقى معانا كابلات كتير. لو مسكت اي كابل من ده وماشي فيه ليزر او ماشي فيه، لو جبت اي حته منهم بلس تاني سنه تلاقي خرابه في الضوء من الحته دي. دي ان انت بوظت الفكره، بوظت الكونديشن مش الفكره. تمام؟ فلو حد عنده حاجه زي كده في البنت اللي هي الصغيره دي يجربها كده وهي في الضوء ماشي فيها كده، يجرب كده ان هو يتنفس. اوكي؟ طيب تاني حاجة بقى شهيرة جدا ودي مفاجأة شوية، هي السمكة لما تكون ماشية من تحت المية بتشوف ايه؟ هتقولي انا لو كنت السمكة وعمري ما عارفة سمكة ما اعرفش ايه ده، صح كده؟ بس انا عارف الردود اللي حلوة دي. عشان لو عجبنا فيها ممكن يجي في حالة فاير ولا حاجة. تشوف كل حاجة من المية. طيب دي مساله بالارقام وكل حاجه تقدر تعرف كده. لو انا عندي حاجه زي كده اهو وعندي تحت كده سمكه، هتشوف ايه السمكه دي؟ كوم. طيب هي السمكه دي لو اتكلمنا ان احنا بنتكلم بيها المفروض انها في مدى بتشوفه، في مدى في رينج، في رينج بالارقام بتشوف لغايه زاويه 42 درجه بالظبط. لغايه اي 42 درجه بالظبط تمام كده، هي بتشوف اللي فوق. بعد 42 درجه بالظبط من ميل الاشعه عن عينيها بتشوف اللي تحت، لان بعد 42 دي بيحصل ايه؟ بتشوف اللي تحت. يبقى هي مدى رؤيتها انها هتشوف اللي فوق في مدى ايه؟ 42 زاويه كده و 42 زاويه تمام كده؟ وبعد كده خلاص اول ما تعدي 42 زاويه دي خلاص المدى دوت هتبقى تشوف الانعكاسات بتاعت الضوء في الميه اللي هي انعكاسات الميه، يعني هتبقى شايفه اللي جوه الميه. يبقى السمكه بتشوف ايه؟ بتشوف فوق عينيها اللي فوق الميه على مدى 42 زاويه شمال و 42 زاويه يسار. بعد كده بتشوف اللي تحت. نعم. على اي عمق؟ المفروض على اي عمق؟ لان هي المفروض العين دي بلاش رقم. انا مش حاطط لك هنا، كنت اشرح لك ان انا جاي منين. طبعا ايه؟ ما تفاجئش. لا انا برضه حلو ده سؤال جميل. طب ما تيجي تناقش واقعيه شويه. فاجي هتقول يعني ايه انت متوقع المحيط هتشوف كذا؟ احنا ليه ما بنتكلمش على بعض فيك؟ احنا بنتكلم انها طبيعي انها تكون قريبه مين؟ بلاش نتكلم عن كده، ده ضد المنطق. يعني ما تجيش مثلا على بعد 5 كيلو هتبقى شايفه كذا؟ لا تقدر تشوف الزاويه، ده مش قصدي حتى الزاويه عادي. انا متخصص في الموضوع، رفعت عينيا كده مش هشوف حاجه. يعني بيتكلم على حاجه يا جماعه لغايه بالظبط كام؟ هل هي هتبقى شايفه كل الجزء الميه؟ خلاص لا، هتبقى شايفه لغايه زاويه 42، يعني كده اهو 42 كده 42. الكلام ده انا مش بقلفه، الكلام ده موجود مثلا في فكره مساله موجوده في مرجع، والمراجع دايما لما بتحط مسائل تبقى قريب الحقيقه. تبقى الارقام بتاعتها قريب الحقيقه. مش ده سؤال ظريف. يلا فاصل نقطة الحرب. كده خلصنا ايه؟ كده الوقت دايما يا ريت نتفق بس على
خدت المثلث كده بيبقى دي فوق الريفراكت اندكس بتاعه ايه؟ باجي عند نقطه هي مش عندها ري وبرسم عمودي كده وهنا برسم عمودي كده اللي هم دول هم دول اللي هم دول يعني ده كده ده كده تمام؟ وده كده المهم ده كده 90 درجه كامله على احمر هنا على الاسود وهي رسمه كده 90 درجه طيب الشعاع الازرق ده لما ينزل هينزل بزاويه اسمها انسلت انجل زاويه السقوط او انسلت عايز زاويه السقوط طيب هنسميها انسلت طيب دي لما يعدي الناحيه الثانيه هيخرج بزاويه اسمها ار اللي بيسموها انجل اوف ريفلكشن او ريفلكتد انجل طيب هنسمي دي اي ودي ار الخطين دول لما يقفلوا مع بعض هنسميها ار كامل وحرف الاي دوت بيسموها ابيكس انجل اللي هي زاويه راس المنشور بصوا كده حضرتك وانا عايز اجيب ايه في الاخر؟ ها؟ ان ده ايه ثابت فرصه ولا بريم؟ فرصه ينفع اجيب ثلاث حاجات بريم؟ ايه الفكره؟ هتقول لي ليه؟ طب ما انت حطها ببساطه طبق هنا حروف تن وقول ان واحد ساين اي بتساوي ان ساين كذا وخلاص ودي كده اقول لك لا اسف ان الاي دي حاجه بريم واللي في عندي اللي جوه حاجه بريم انا عايز اجيبها دلاله في الاخر بس على الديزاين بتاع التصنيع بتاع المنشور يطلع بدلاله حاجه خاصه زي لما شرحنا الانعكاسات لما نيجي نتكلم على اليو والبي بتغيره بس الفوكال لينس مالها خلاص انا لما اجي اقدر اشتري انا عايز اعرف الفوكال لينس بتاعها بس فاهمين قصدي ايه؟ انا عايز اطلع قانون عشان بس ابقى دايما فاهم يعني انا عمال احدد في الاخر هيوصل لايه؟ ان تقول لي طب ما ان ده انا اقدر اجيبه من اي كورس تاني اه بس هجيبه ده ايه؟ بارد مش عايز بارد انا عايز حاجات ثوابت تمام كده؟ طيب اشتغل فيه ازاي بقى؟ طب اقول لحضرتك ان الري ده كان المفروض يكمل ازاي؟ هو حصل له انفصال ايه؟ طب ما كانش حصل له انفصال كان هيكمل ازاي؟ ها؟ كان هيكمل كده؟ تمام؟ طيب واخر ري خرج ده لو خدت الانتداب بتاعه هيعمل لي كده انجل هنا اسمها ايه؟ اسمها دي مين دي بقى؟ حرف دي جاي منين؟ دي ديفيجن اسمها كده ديفيجن انجل زاوية الانحراف طيب نشرحها بطريقة بسيطة لما اجي اقول لحضرتك ان في ريجن ماشي كده تمام؟ والمفروض ان يكمل كده تمام؟ فجأة بقول لك ده الريجن حط راح كده لما اجي اقول لك هو انحرف بزاوية قد ايه؟ هتقول ايه؟ لو هو كان ماشي كده وراح كده يبقى دي اسمها ايه؟ انجل روتيشن بس الانحراف هنا ما حصلش على مرة واحدة حصل على ايه؟ مرتين ان ده كده انحرف لكده وهنا انحرف ايه؟ كده فانا خدت ايه بقى؟ ما بين اول لاين واخر ايه؟ اخر لاين. ايه راي حضرتك لو سميت لك دي 5 وسميت دي 5 داش وسميت دي 1 ودي 2 اه ايه العلاقه بين دي كابيتال وواحد واثنين؟ ها اه اول سطر الديفيجن انجل اهي بص كده حضرتك اهي دي كده اهي ودي واحد ودي كام؟ ممتاز مفهوم الزاويه الخارجه للمثلث بتساوي كام؟ بتساوي زاويه واحد زائد زاويه كام؟ تمام كده؟ طب عايز اشيل زاويه واحد وزاويه احط مكانها ايه؟ ايه العلاقه ما بين اي واحد وفاي؟ ايوه اي بتساوي كام؟ واحد زائد فاي يبقى اقدر اشيل واحد واحط مكانها ايه؟ ها اي ماينس 5 طب اقدر اشيل 2 واحط مكانها ايه؟ ها 2 خلاص الدنيا خلاص كده ها ار ماينس 5 داش صح كده؟ حلو يبقى اقدر اقول ان اي بلس ار ماينس 5 بلس 5 داش حلو فاي بقى وفاي داش دول فيهم حل عندي؟ اه نتصرف كده نحاول نتصرف كده باي طريقه. ايه راي حضرتك في المثلث اللي تحت ده؟ المثلث ده بيقول ايه؟
الباي زائد باي داش زائد مين؟ ار تساوي 180 صح كده؟ طيب وايه راي حضرتك في الشكل الرباعي ده على الارض؟ الشكل الرباعي ده يقول لك ان دي ايه؟ ودي ار ودي 90 ودي 90 يبقى الشكل الرباعي ده بيقول لك ان دي ايه؟ زائد 90 زائد 90 زائد ار بيساوي كام؟ 360 يبقى كده بنقول ايه؟ ان ايه زائد ار بتساوي كام؟ 180 طب لو ايه زائد ار ب 180 وفاي زائد فاي داش زائد ار ب 180 يبقى فاي زائد فاي داش بتساوي كام؟ يبقى الابكس انجل اللي هي طالعه من التصنيع بتساوي مجموع مين؟ الزاويتين دول عشان بقى مين؟ السطر ده وحط ساعتها ان الديفيجن بيساوي كام؟ اي زائد ار ماينس ايه؟ لحد كده في مشكله يا شباب؟ تاني الحته دي بسرعه كده الديفيجن كان بيساوي 1 زائد 2 وجيت على الرسمه شلت 1 حطيت مكانها اي ماينس 4 وشلت 2 حطيت مكانها ار ماينس 5 داش ماشي كده؟ فطلعني اي بلس ار ماينس الجزء ده عايز اخلص من الجزء ده واحط الدلالة حاجه فرصه حاجه عارفه فجيت بصيت للشكل الرباعي لقيت مجموع زواياه 360 اثنين منهم ب 180 على بعض يبقى يطلع لي ايه بلس ار بتساوي 180 وفي نفس الوقت ابص على الرسمه الاقي ان فاي زائد فاي داش زائد ار برضه ب 180 يبقى عندي فاي زائد فاي داش زائد ار برضه ب 180 لما ابص على السطرين دول الاقي 180 مع 100 زي 180 والار زي الار يبقى ايه بتساوي كام؟ فاي بلس فاي داش اعوض عنك ايه بقى؟ عايز اعوض عن ايه؟ يبقى دي بتساوي كام؟ اي بلس ار ماينس اي لحد كده في مشكله؟ طيب عايزين بقى نتناقش هو الديفيجن ده يعتمد على ايه؟ كونستانت ولا فاليو؟ فاليو لوبي اي فلما اجي اتفرج على الكيرف بتاعه هلاقي ان لو الاي عماله تتغير وده محور ديفيجن هلاقي الرسمه بتنزل من ماكسيمم لمينيمم لماكسيمم تاني المينيمم ديفيجن ده بيحصل فين؟ امتى؟ ايه البوزيشن بتاعه؟ البوزيشن بتاعه بيتحقق رياضيا كده ان الدي مينيمم بيحصل عن اي بتساوي ار وبيحصل عن فاي بتساوي فاي عايز اقول لك ان في الكتاب بقى هتلاقي الحته دي كده في صفحه ونص مالناش دعوه بالاسباب بتاعها خالص عشان دي شويه وريد ملغي واللي علينا ها دي عشان يثبتها ثبتها بالمعادلات ثبتها وعمل تفاضل وعمل ولا دي دعوه انا على طول كده مش فاهم ماشي ازاي زي ما ماشي المحاضره التزم بالاثبات كده زي ما هو ماشي طيب هستفيد ايه من الكلام ده؟ هل ممكن يفيدني بحاجه؟ انا كان عندي دي لما جيت اكتبها دي مينيمم مش الاي بتساوي ار حسب ما هو بيقول اي بقى دي مينيمم بتساوي كام؟ 2 اي كاب ماينس طبعا مش كاب يعني دي ماينس ايه؟ دي مش كاب اللي هي بس دي يعني الزاويه طيب يبقى اي من هنا بتساوي كام؟ دي مينيمم بلس اي مقسوم على كام؟ على كام؟ وهنشيل المعادله دي على جنب عشان عايزينها بعد شويه. طيب الفاي بص كده حضرتك الفاي بلس فاي داش بتساوي مين؟ بتساوي ايه؟ ودي قلناها من شويه. طب في الدي مينيمم في وضع المينيمم كونديشن الفاي عباره عن ايه بالنسبه للفاي داش؟ بتساوي ايه؟ يبقى 2 فاي بتساوي كام؟ ايه؟ يبقى الفاي بتساوي كام؟ يبقى الفاي بتساوي كام؟ يعني طب لو طبقت قانون سنيل عندي طفول هنا طبق سنيل هنا اكتب لك عشان ما تبقاش كده هنطبق سنيل في المكان ده سنيل هيقول ايه في المكان ده بقى؟ هيقول لي 1 ساين اي بتساوي ان ساين فاي يبقى ايه اللي بتساوي كام؟ ان بتساوي ساين فاي على ساين
اي ولا العكس؟ انا حسيت ان ساين اي على ساين اي. هنعمل ايه؟ واضح كده هنعمل ايه؟ انا عارف عن مين؟ شويه البلاوزك عملناها دي اهي. هنحط ايه بقى؟ يبقى ان بتساوي ساين اف دي مينيمم بلس اي اوفر 2 على مين؟ على ساين اي اوفر 2. ايه المشكلة اللي جبنا قدام؟ ايه رايك حضرتك؟ ايه العلاقه بين اي وفاي؟ ايه الرسمه؟
هنا علاقه بين اي وفاي هنطبق هون ايه سين هيقول ايه سين هيقول ان ساين اي بتساوي ان ساين فاي طب لو حبينا نقرب ونعتبر ان اي دي زاويه صغيره اي دي زاويه صغيره ساعتها هنقول ايه ايوه ساعتها نقول ان اي اي تقريبا بتساوي ان فاي طيب ورطبنا خلاص ثاني حاجه ثانيه خلاص ثاني حاجه ثانيه اهو هيقول لحضرتك هنقول ان ساين ار بتساوي ان ساين فاي داش ولو استخدمنا التقريب اللي احنا شغالين بيه يبقى ساعتها ار بتساوي ان فاي داش حاجه اقول يبقى دي زين دي بتساوي كام ممتاز هنشيل اي ونحط مكانها ايه ان فاي بلس ان فاي داش ماينس اي في حاجه ينفع اخدها عمل كومن يعني كومن فاكتور عمل مشترك هاخد ان واقول فاي بلس فاي داش ماينس اي طيب حد عنده حاجه قبل كده من اللي فات ايه العلاقه بين فاي وفاي داش وايه؟ فاي بلس فاي داش بتساوي كام؟ بتساوي ايه؟ يبقى بتساوي ان اي ماينس اي يبقى بتساوي كام؟ زين اي تي بتساوي ايه بان ناقص هنمسك بقى العلاقه دي ونكمل فيها الشرط لما اجي اقول لك على ديفيجن انجل يبقى ايه بان ناقص الكلام ده مقبول؟ اه مقبول لان فعلا لما انت تيجي تصمم المنشور تبقى الزاويه بتاعتك دي عامه بتبص ورا دي حقيقه بيضحك عليك طيب limiting angle of resistance ده هيبقى من غير بروف يعني هشرح لك الفكره او نو بروف ده من غير اثبات ولكن محتاجين نفهم الفكره هو احنا من شويه قلنا لو انا عندي ريل جاي لغايه واقع معين بيخرج من الناحيه الثانيه من سيتا كريتيكال ولو عدينا الانجل دي هياخد ايه؟ مش هياخد بقى هيحصل له ايه؟ طب ما نفس الكلام ده على فكره هيحصل هنا نفس الكلام ده هيحصل في البريزم ده بالظبط كده. لو مسحت ليه كده اهو. نفس الكلام يا شباب. لو جيت رسمت لحضرتك كده اهو. قلت لك ان ده كده وده كده. قلت لك ان الريل ده جاي كده وكده وكده. لما ازود الريل شويه هيحصل ايه؟ لما ينزل كده بقى كده هيحصل ايه؟ هتلاقي مشي. طب ولو زودت ولو غيرت عن كده ها اوصل لغايه لحظه ايه؟ اه اوصل لغايه لحظه الاقي لما يضبط كده يقوم ايه؟ يقوم نازل كده ودي خلاص ما بقاش بره خالص يبقى كان ماشي ازرق يبقى ماشي ازرق ايه الايكويشن بتاعته؟ هنكتب الايكويشن بس مش محتاجين يعني بس هي مش مش قد بس ما نفهم الفكره ونعتمد عليها هنقول ساين فاي ساين فاي ساين اي بتساوي ساين اي روت ان سكوير ناقص واحد ساين اي ماينس كوساين ساين اي بتساوي روت ان سكوير ماينس واحد مضروبه بساين اي ماينس كوساين طيب دول نظر الايكويشن موجود عندك في الكتاب هي مش هدي نقطه كلام وما سبتهاش بس عايز تبقى فاهم اللي اقصده اللي حصل هنا زي بالظبط زي ايه؟ زي موضوع حكينا من شويه لو انا عندي انجل هتطلع بسيتا كريتيكال ولو عديت سيتا كريتيكال هتحصل لها ايه؟ توتال انترنال ريفيوجن بس فكر طيب الحاجة المهمة بقى دي حتة جاية دي ايه ديسبرشن يعني ايه ديسبرشن؟ تشتيت تشتيت دي معنى كده انه كان داخل دور واحد لا لو كان داخل دور اصفر بس مش عارف اسمها تشتيت لو داخل دور احمر بس مش عارف اسمها تشتيت عشان تروح فين لكن امتى يحصل تشتيت؟ ديسبرشن لما يكون المصدر اصفر بيسموه ايه بقى؟ مونو لا مونو دي اللي احنا قلناها احنا قلناها مالتي كروماتيك لايت
يعني ايه مالتي كروماتيك؟ يعني ليه كذا ويندوز وده بيحصل ايه؟ الضوء الابيض او ايه؟ اشعه الشمس. اشعه الشمس بتكون كام لون؟ سبع الوان. حلو قوي. لما يخش من ناحيه ضوء ابيض بتاع اشعه الشمس ده على البريزم هيخرج من الناحيه الثانيه عامل ازاي؟ هو انا ما بشوفش حاجه غير في البريزم بس؟ لا انا بشوفه على فكره. عارفين لو انا برش ميه؟ لو انا برش ميه واشعه الشمس نازله كده الاقي الوان الطبيعي اترسمت على الميه. ليه؟ لان كل قطره كل كده سوري قطعه ميه كده شفافه كل قطره ميه هتلاقيها بتعمل نفس الحركه زي البريزم بالظبط. ليه؟ اتصال الضوء فبيطلع لون معين في اتجاه معين وانا واقف برش ميه كده الاقي الوان الطبيعي اترسمت على الميه. تمام؟ طيب يبقى الديسبرشن معناه ايه؟ تشكيل. طيب التشكيل ده يعني ايه؟ يعني لما اجي اتسمى بقى هرسم زي واحد هنسميه بقى الضوء ده هنسميه مالتي كروماتيك لايت يعني مصدر متعدد اللون. اوكي؟ هيحصل هيخش هنا في البريزم فتيجي ايه بقى؟ اللي احنا بقى هنا بقى سؤال ليه كل واحد هياخد مسار غير الثاني؟ لان كل واحد هيبقى داخل في انجل غير الثاني. ليه؟ لان في ويف لينس مختلفه. امال اللي فات ده مين؟ اللي فات ده كله كان نقطه واحده كان ويف لينس واحد. تمام كده؟ طيب هيخرج عندك من اول الريد لحد الميه سبع الوان ده لو الوان بتفرق جامد يعني. طيب هيحصل فيهم كام زاويه؟ يبقى دي هتبقى دي واحده سبعه. تمام كده؟ حلو. يبقى لما اجي اتكلم عن الدسبرشن، الدسبرشن ايه هو ايه؟ الايفكت بتاع ايه؟ تغير الزاويه بتاعت الانحراف هتيجي مين؟ بالنسبه لمين؟ للنمط. مش كل ويف لينس يبقى ليه انجل روتيشن. تمام؟ يبقى معدل تغير زاويه الانحراف دي بالنسبه لمين؟ للويف لينس. دي مش بنحسبها ده بس ديفيشن. يعني مش حاجه نحسبها في المسائل. احنا هنحسب حاجه اسمها الدسبرس باور. دي محتاجها ونحسبها ونطلع ده. الديسبرس باور يعني قدرة البريزم على التشكيل. قدرة البريزم على التشكيل دي بنحسبها ازاي؟ ايه رأي حضرتك بنحسبها ازاي؟ هو لو انا عندي سبع الوان مش في لاين منهم في النص؟ اللي في النص ده اللي هو مين؟ اليلو. المين في اليلو اللي هو اليلو. تمام؟ طيب هو يقدر ده هو هما دول حصل لهم ايه بالنسبة ده؟ يعني فرقوا عنه قد ايه؟ بيحسبها حاجه اسمها انجلر ديسبرشن. انجلر ديسبرشن يعني من اول واحد لغايه اخر واحد. اخر واحد اللي هو مين؟ الفايلوت. واول واحد اللي هو مين؟ اللي هو الريد. يبقى دي فايلوت ماينس دي ريد. دي جينا نقول اوميجا تساوي دي فايلوت ماينس دي ريد على دي ريد. تاني الحته دي. انا عايز اقول لحضرتك هو بيحصل تشكيك قد ايه؟ اجي اقول لك ايه؟ ده هو لو كان شعاع واحد كان هيمشي كده. كده دي هي قصادها ليه؟ تمام كده؟ طب حصل تشكيك قد ايه؟ يعني اول واحد كان كده واخر واحد كان كده. حصل تشكيك قد ايه؟ بالنسبه للي جاب في النص. وصلت؟ ده معناها بالظبط. اسمها ايه بقى؟ انجلر ديسبرشن. هي دي انجلر ديسبرشن هي الزاويه دي كده. فالانجل سبيشال اللي انا بطرح الزاويه الكبيره ماينس الزاويه الصغيره. المين ديفيجن هنسميه احنا بتاع اليلو. لو انا بتكلم على السبع الوان بتوع الطفل يبقى اليلو ده هو اللاين في النص اللي هو الكام لو كان هو ده اللي ماشي معاه. تمام كده؟ يبقى القانون ده احتمال ساعات كان واشتغل بيه كده على طول. طب لو عايز استخدم ابسطه باستخدام سمول انجل بريزم هعمل ايه؟ هشيل كل دي منهم واحط مكانها ايه؟ سي بي ان فايلوت ناقص واحد ماينس بي بي ان ريد ناقص واحد صح كده؟ على بي ان يلو ناقص واحد. ده اللي بنعمله شويه قانون بتاع السكول عند البريز ان الديفيجن بتساوي كام؟ بي ان ناقص واحد. هطير اي مع اي مع اي يتبقى حضرتك ايه بقى؟ ان دي بتساوي كام؟ ان بايلوت ناقص ان ريد على ان يلو ناقص واحد
ساعات بيكتبوها دي ان على ان ناقص واحد. تاني لما اختصرت دول دي راحت مع دي يبقى ان فايلوت ناقص ان ريد على ان على ان يلو ناقص واحد. او يكتبها دي معناها دلتا. دلتا ان ما بين اول لون واخر لون على ان ناقص واحد. هتيجي تقول لي يا دكتور مش احنا قلنا في الاول ان كان كونسنت؟ كل لون ليه؟ بس هي كونسنت ريليتيف للون. لكن هنا ما بقاش لون، ده بقى سبع الوان. سبع الوان يعني سبع ويف لينس، سبع الوان يعني سبع ان. يبقى ان دي كانت مرتبطه بمين؟ لان احنا كنا بنتكلم على شعاع واحد، فتعاملنا ان ان ثابته. ان حاليا فاليبل؟ ايوه فاليبل. فاليبل ريليتيف لمين؟ للقمر. كل ويف لينس ليها ريفرنس اندكس ريليتيف. تمام؟ طيب اخر نقطه بقى عايزين نقولها. اكروماتيك بريز. اكروماتيك يعني ايه؟ هتقول لي هو كروماتيك يعني ايه؟ كروماتيك يعني ايه؟ يعني كده تفكروا فيها على نفس البريزما دي. كروماتيك يعني ايه؟ واكروماتيك بريز دي واضح ان ممكن يكون هدف منها ايه؟ ديفيجن. ده خلاص بيحصل اتفقنا عليه. الشعاع بعد ما احنا مكان في بريز حصل له ديفيجن او يحصل له ديسبرشن او ان هما الاثنين ماشيين مع بعض وده اللي حاصل مع بعض. عايزين نلغي واحدة منهم، كل مرة نلغي واحدة منهم بس. أحتاج أستخدم تو بريز مقلوبين، واحد عكس التاني، يعني واحد عكس التاني، وبستخدمهم إن فردتين من الإزاز مختلفين، واحدة اسمها كراون، واحدة اسمها كراون إيه، واحدة اسمها كريس. طيب إيه الكونديشن اللي محتاج أطبقه؟ ما ينفعش أطبق التو كونديشنز مع بعض في نفس الوقت. لأن المعادلة اللي أنا هستخدمها دلوقتي عشان ألغي حاجة، ما ينفعش في نفس الوقت ألغي التانية. فإحنا بنقسم كلمتك حاجة. كلمة كروماتيك يعني متعدد اللون. اكروماتيك اي في الانجليزي دايما. اي لون بتطبق على كلمة تقريبا بنسبة كبيرة جدا بتلغيها. او بتلغيها او بتعمل عكسها. فكلمة كروماتيك يعني متعدد الالوان. اكروماتيك يبقى ايه؟ عايز اللا لون، عايز الغي تعدد اللون. تمام؟ عايز اعمل تو كونديشنز. عايز اعمل مرة نو سبيرشن وعايز اعمل مرة نو ديفيجن. طيب عشان اعمل نوت سبيرشن ما ينفعش اعمله ببريزم واحد. ها لازم اعمل ايه؟ تو بريزم وعكس بعض، مقلوبين واحد عكس الثاني. ليه؟ عشان اقول ان البريزم الكونديشن بتاع الاولاني يكنسلوا مين؟ الثاني. هتقول لي بس انت كده رسم لي هنا في تشتيت. اه بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو ده طبيعي التشتيت؟ هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك احنا من شويه مش كنا راسمين لما كان في تشتيت كان بيطلع عامل ازاي؟ عشان بيطلع ده كده وده كده وده كده. تمام كده؟ انا هنا حافظت عليهم ايه؟ يمشوا موازين لبعض، لو الالوان السبعه خرجوا كده كده سبعه، بس ماشيين جنب بعض، بدل لبعض، قريبين من بعض، حضرتك هتشوفهم في الاخر ان هم ايه؟ كما لو كانوا واحد. عارفين القصه الشهيره اللي كانوا بيقولوها في الساينس قبل كده في العلوم؟ يقول لك لما يجيب كده دايره اقسمها مثلثات، تمام؟ ولفها بسرعه هتلاقي نفسك شايف لون ايه؟ لا تناظر الفكره، تناظر الفكره. ايه هي؟ انا هنا التشتيت يعني ايه؟ يعني كان كل شعاع ماشي في حته وبعدوا عن بعض خلاص. ما اعرفش الاقوهم تاني، فبضطر اشوفهم سبع الوان منفصله. لو قدرت احافظ عليهم انهم يمشوا جنب بعض تماما ساعتها انا هشوفهم ايه؟ هشوف المجموع بتاعهم اللي هو السبشن بتاعهم او اللي هو التوتال بتاعهم، هشوف ايه في الاخر؟ هشوفهم كانهم ايه؟ واحد. تمام كده؟ طيب بس هل هنا حافظت بقى ان مفيش ديفيجن؟ ها؟ هما كده خرجوا في نفس الاتجاه. بص كده نود ديفيجن يعني ايه؟ نود ديفيجن بص عادي الشعاع جاي فين؟ الشعاع كان ماشي كده. في الاخر هيحصل لهم ايه؟ اه هما اتشتتوا، بس انا بحافظ عليهم اني اشوفهم في نفس الاتجاه اللي جاي اللي جاي منه كما لو كان ما فيش التو بريز دول. طب لا بس هما متشتتين، ده في الوان مختلف. ايوه هما في الوان مختلف. ومش هقدر الومهم تاني، بس شفتهم حتى عشان كده بيسموها دايركت فيجن بريز. ليه؟ لان طبيعي ان البريز يعمل ايه؟ قلناها من شويه. طبيعي في البريزم ان الشعاع كان داخل كده، لو ما فيش بريزم كان هيكمل كده. نتيجه وجود البريزم عمل ايه؟ مشي كده ومشي كده. طيب هل ينفع اخرج الشعاع بحيث يرجع يكمل كده تاني؟ اكنه كده في نفس الاتجاه؟ هو ده الهدف اللي مطلوب دي.
يبقى مره هعمل مود سبيشن ومره هعمل ايه؟ طيب ايه بقى احطهم مواصفاتهم ايه؟ هو ايه المطلوب مني اعمل احطهم مواصفاتهم ايه؟ احط ايه الابكس انجل قد ايه؟ الزاويه بتاعتها كام والزاويه بتاعتها كام؟ عشان اقدر لما احطهم اقدر من البوزيشن ده ده معنى كده. فانا بحطهم في قصه ايه يا شباب؟ ديسبنشن اوف جراوند يساوي ديسبنشن اوف ريد. طب وانا حاططهم عكس بعض معنى كده ان تاثير واحد هيداش التاني. فمين فاكر معنى ايه؟ لما احطهم عكس بعض بقول لك ان ده يعني التاثير بتاع ده يبقى اكني بقول بالظبط كده ان احط واحد يلاقيش تاثير التاني. يبقى في الاخر مفيش محصله جديده. طيب احط اكتب هنا ايه بقى؟ كلمه ديسبرشن اكتب هنا ايه؟ احنا مش خدنا من شويه ديسبرس باور؟ ايه اللي في المقام بتاعها؟ ها؟ لما قلنا من شويه دي بتساوي كام؟ ها ديسبرشن بتساوي كام؟ مش كانت دي باين ناقص دي ريد على انا يهمني مين؟ هنا الجزء اللي فوق ده. لو انا لغيت الجزء اللي فوق ده خليته زيرو مش معنى كده ان انا بشيل سبيشن تمام؟ يبقى هكتب هنا ايه؟ سبيشن بتاع الفايلوت ماينس سبيشن بتاع الريد بالنسبه للجراوند تساوي سبيشن بتاع الفايلوت ماينس سبيشن بتاع الريد بالنسبه لمين؟ طيب عايزين نعوض عنه برضه هنعوض عنه نفس الكونسيبت اللي قلناه من شويه سمول انجل بريزم. قانون سمول انجل بيقول ايه؟ بيقول ان دي بتساوي ان ماينس واحد في ايه؟ هنعوض ازاي؟ هنكتب هنا ايه؟ يبقى ان بايت ناقص ان ريت في ايه؟ الكلام ده كراوند كراوند بيساوي ان بايت ناقص ان ريت في ايه؟ فلنت فلنت. طب راح فين واحد؟ بالظبط بقى لما عملت ماينس هنا الواحد ده بيروح مع الواحد ده. طب 20 ماشي كده؟ طيب ايه راي حضرتك؟ هكتب لك نفس السطر تاني ان بايت ناقص ان ريت وهنا هكتب لك اي كراون وهنا هكتب لك ان بايت ناقص ان ريت وهكتب لك هنا ايه؟ ايه فلنت اهو وادي فلنت. طيب ينفع اعرف على نفس السطر مش ينفع بس انا هعمل ايه بقى؟ لو انا قسمت هنا على ان ناقص واحد وضربت هنا في ان ناقص واحد وجيت هنا قسمت على ان ناقص واحد وضربت هنا في ان ناقص واحد استفدت حاجه؟ مين دي؟ دي ايه؟ تعمل بتاعي سوري ده كراون بتاعي كراون وده مين ده؟ سوري دي كده ليه اوميجا ليه اوميجا بتاعي كراون والاي سي ان ناقص واحد ايه؟ ها اكسبرشن اعداد دي ده بتاع مين؟ بتاع كراون. طب وهنا مين دي؟ سبيرس باور اللي هي بتاعت البرنت دي مين؟ دي بتاعت يبقى انا كتبتها لك بكذا طريقه. ممكن اقول لك اهو انجلر ديسبرشن لو ساوى انجلر ديسبرشن يبقى كده بيكنسلوا بعض. ده معنى كده فكتبها لك ان انا ممكن استخدم القوانين بتاعت سمول انجل بريزم. رجعت قلت لك لو ضربت بكذا وقسمت عليه اكيد ما عملتش حاجه هيبقى القانون بتاعي اوميجا اللي هو ديسبرس باور بتاعت الكراون في الديفيجن بتاعت الكراون بتساوي ديسبرس باور بتاعت البنت في الديفيجن بتاعتها. عارفين لو انا حسبت مني منهم ولا حسب مثلا حسب ما يقول لك انا عندي الابكس عندي بكذا وده كذا طب احسب لي الابكس الثاني عشان يطلع بكذا فدي كلها تعويضات بشر. شوف انهي سطر يعجبك في دوت هتعوض فيه حسب الجيب اللي معاك مثلا. طيب هنا هيبقى عايز ايه لمين؟ هناك كان نوت فيرجن هنا كان نوت ايه؟ نوت فيرجن يعني ايه؟ يبقى الديفيجن بتاع الكراون لازم يساوي الديفيجن بتاع ايه؟ الفلين. وانا قلبهم يبقى ساعتها هتلاقي ان مفيش ايه؟ ديفيجن خالص. الديفيجن ده بقى اللي هو مين؟ اللي هو ان ناقص واحد في الايه بتاع الكراون وهنا ان ناقص واحد فلين الايه بتاع مين؟ الفلين. يبقى الايه بتاع الكراون بيساوي كام بالنسبه للفلين؟ ها؟ بيساوي كام؟ الايه بتاع الكراون بيساوي كام؟ ان ناقص واحد فلين على ان ناقص واحد يعني ده مش موقع كان البنا ما فيهوش اي حاجه. تاني المره الاخيره ليه بساوي حاجه بالتانيه؟ عشان يكنسلوا بعض. ليه؟
ليه؟ لان انا اصلا حاطتهم عكس بعض. خلي بالك الحته دي كويسه قوي، انا حاطتهم عكس بعض. فبقول لك لو دي بتساوي دي يبقى التكسير لا شك تاني. عشان يبقى المحصله بزيرو. بالظبط كده، اكني عايز اقول المحصله بزيرو. فبحط واحده عكس الثانيه. بحط واحده جيومتري كده عكس الثانيه. ماشي يا شباب؟ اوكي، كده احنا خلصنا النهارده. هنحل بقى المسائل كده قبل ما نبتدي الشطر اللي جاي، كده الشطر ده خلص. مش حاجه اكتر من كده. على فكره هي حاجات بسيطه يعني. المره الجايه ان شاء الله هحكي لك كده، هحكي لك شويه مساله كده بسيطه كده مش عارفين ولا حاجه.